السلام عليكم حبايبي من مشتركي ومتابعي قناة أحمد الداودي على اليوتيوب، وندعو كل من يشوف هذا الفيديو وهو ما مشترك بالقناة أن يشترك من خلال الضغط على زر الاشتراك أدناه، وأهم شيء تفعل جرس الإشعارات حتى يجيك كل جديد من قناتنا، ولا تنسون الإعجاب بالفيديو وعلق حتى يوصل لأكثر عدد ممكن من الناس ويستفادون من الفيديو. حبايبي الطلبة، قبل قليل صدر قرار من مجلس الوزراء يخول بوزير التربية بصلاحيات لمعالجة الأمور الطارئة اللي نمر بها البلد حاليا، والتي تنتج عن الظروف الاستثنائية وغير الطبيعية، والتي يكون لها تأثير سلبي مباشر على دوام الطلبة وامتحاناتهم حصرا، وجميع الأمور الأخرى التي تتعلق بالعملية التربوية والتي يكون نتائجها التوصل إلى حلول ناجحة لتأتية العام الدراسي 2020-2021 عام ناجح وخالي من أي مشاكل تربوية أو مشاكل أخرى. إذا تذكرون البارحة نزلت فيديو، اليوم انعرض ساعة بالدعش تقريبا، قلت لكم بها أنه وزارة التربية تدور استثناءات من اللجنة العليا للصحة والسلامة على مود تقدر تمشي هاي السنة الدراسية وتقدر تتصرف وتقدر تصدر قرارات بما يخص الطلبة والامتحانات التمهيدية ونصف السنة، لأن اللجنة العليا قيدت التربية تقييد كامل بنسبة 100% بعد ما يقدرون كل شيء يسوون، حتى في أيام الدوام الجزئي وقفوا الدوام للطلبة اللي هو كان يوم واحد بالأسبوع. اللي ما افتهم هذا القرار ركز وياي، القرار انه مجلس الوزراء انطى صلاحية كاملة للوزارة هي اللي تحدد موقف الامتحانات، يعني بين قوسين واقفين على رحمة الوزارة الكل، وحاليا صار عندهم استثناءات مثل ما قلت لكم، هي رادت استثناءات انطاها مجلس الوزراء استثناءات، وبرأيي راح يكملون الامتحانات التمهيدية، لان ما معقولة اكو طلاب من السادس متوسط خارجي مال السنة اللي فاتت ومن السادس ابتدائي قدموا وما امتحنوا، وهالسنة هم ما يمتحنون، وهالشي مستحيل يصير. إضافة إلى أنه هالسنة أعداد طلاب الخارجي كثيرة جدا، مثل ما قلت لكم البارحة أنه كل مديرية أقل شيء 10,000 إضافة لأعداد السنة الماضية. احنا ننتظر إن شاء الله تقدم تربية بما هو خير للطلاب، وشدوا حيلكم يا الطلاب، وكل شيء يخص الطلبة من الملازم والأسئلة الوزارية وأسئلة نصف السنة والملخصات من دفاتر الأساتذة وغيرها من ما يخص الطلبة موجود على المدونات وقناة التليجرام اللي راح أخليها في صندوق الوصف أسفل الفيديو، وأيضا راح أخلي في أول تعليق. وهسه حاليا أثناء مدى أحكي الفيديو، وزارة التربية بعد قرار مجلس الوزراء اللي هو خولتها تخويل كامل وأنطتها كل الاستثناءات، راح تسوي اجتماع قريب للجنة الدائمة للامتحانات لتحديد الآليات المناسبة لأداء الامتحانات تماشيا مع قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة، يعني راح تجتمع حتى تشوف شو وقت راح تخلي مواعيد أو شنو اللي راح ترتبه حتى تكمل مسيرة السنة الدراسية من امتحانات نصف السنة وامتحانات التمهيدية، بس أهم شيء يتوافق مع الشروط اللي رادتها اللجنة العليا للصحة والسلامة. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس الإشعارات الموجود رابطه أسفل الفيديو. تحياتي لكم أحمد الداودي، شكرا لكم وإلى اللقاء. نتمنى منكم الاشتراك بقناة التليجرام الموجود أسفل الفيديو في صندوق الوصف، ننشر على قناة التليجرام الأخبار العاجلة والتربوية وأسئلة ومرشحات وكل ما يخص الدوائر الخدمية أولا بأول، فلا تنسى قبل ما تشوف الفيديو الاشتراك بقناة التليجرام.